هذه المسائية من الميادين وفي عناوين نقاش الليلة. انتعاض أمريكي وخيبة إسرائيلية من موقف جامعة الدول العربية من سرقة القرن. أنظمة لم تقل في العلن ما دار مع الأمريكيين في الخفاء. العراق من الأزمة السياسية والأمنية إلى استعادة المبادرة في مليونيات التأييد للمقاومة والمطالبة بخروج الأمريكيين. بعد استيعاب صدمة اغتيال الشهيدين سليمان والمهندس، محور المقاومة يتقدم ميدانيا وسياسيا على مختلف الجبهات. مرحبا بكم. قويا ومتماسكا كان الرد الفلسطيني على صفقة القرن. في لحظات قرر الفلسطينيون وضع كل خلافاتهم جانبا لأن القضية باتت في خطر، فكان الموقف موحدا وقد حمله الرئيس الفلسطيني إلى جامعة الدول العربية. إجماع أجبر العرب على رفع السقف في التعبير عن رفض صفقة القرن والامتناع عن التعاون مع واشنطن لتنفيذها. وخاب أمل الإسرائيليين وامتعض الأمريكيون، فما قاله العرب في الصفقة في العلن مغير لما قيل في السر. الإخفاقات الأمريكية في المنطقة امتدت إلى مواجهة واشنطن مع محور المقاومة. فقد خسرت في العراق رهانات كبيرة أسقطتها تحولات فرضها استشهاد سليمان والمهندس. في سوريا كما في لبنان واليمن يبدو أن محور المقاومة استوعب صدمة الاغتيال وتحول نحو استعادة المبادرة والرد وتحقيق مكاسب جديدة. إذن هذه عناوين ومحاور مساء الليلة نفصلها ونناقشها. في نقاشها ليلى معنا هنا في الاستديو رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق سالم الهاشمي، معنا من شيكاغو أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكنسن الدكتور سيف دعنا. مرحبا بكما. وقبل أن نفتح النقاش نبدأ بهذا التقرير، حيث إعلان الوزراء العرب عن رفضهم خطة ترامب أثار امتعاض البيت الأبيض الذي يعول على ما يسميه قبولا عربيا هادئا استنادا إلى التفاهمات المسبقة مع دول خليجية. لكن الإعلان قد يثير غضبا شعبيا واسعا إذا أتت الدول العربية قد أتت قسطها في النوم على حرير بالبيانات. هذه قراءة لقاسم عز الدين. حديث الإعلام الإسرائيلي عن ضربة قاسية للدبلوماسية الأمريكية وعن خيبة أمل في البيت الأبيض يخفف من غلوائه المصدر في الإدارة الأمريكية الذي يقدر الملاحظات الإيجابية بشأن رؤية السلام بحسب موقع يديعوت. الثلاثي الذي هندس سرقة القرن جاريد كوشنر وديفيد فريدمان وجيسون غرينبلات اعتمد على أن يكون تطبيع الدول الخليجية مع إسرائيل فرضا للأمر الواقع على الفلسطينيين خلافا لما سبق من مراهنة على أن يؤدي البين الفلسطيني إلى التطبيع العربي الإسرائيلي. في هذا السياق سعى الثلاثي إلى ما سماه ائتلافا من أجل السلام عبر عنه وزير خارجية البحرين في اجتماع وزراء الخارجية بقوله إن إسرائيل تتجه نحو السلام، داعيا إلى دراسة الخطة الأمريكية والحوار بشأنها على طاولة المفاوضات كما دعا كوشنر وكما أشار أنور جرجاج في دعوته للحوار المباشر. السعودية التي تنطق باسمها علانية البحرين والإمارات توقع على بيانات المجاملة بالتعاطف مع الفلسطينيين، لكنها في الأفعال تنخرط مع دول الائتلاف بالتطبيع والدعم لإسرائيل كما كشف رئيس حكومة إثيوبيا أبي أحمد. أولوية هذه الدول في الصراع ضد إيران على الصراع مع إسرائيل هي الداعم العربي الأساس لإسرائيل في سرقة القرن التي تشمل فلسطين وأراضي سورية وأردنية ولبنانية
وتشمل الاستمرار في تدمير الدول العربية وسيطرة إسرائيل والشركات الأمريكية على الثروات العربية في الخليج والمنطقة. سرقة القرن لم تحدث صدمة إيجابية لمراجعة خيارات تؤدي إلى انهيارات من دون قعر بالمقارنة مع خيارات محور المقاومة نحو النهوض، وليست بيانات التعاطف الجزئي أبعد من التصريح: قلوبنا معكم وسيوفنا عليكم. سأبدأ معك دكتور سيف، دعنا في دراسة الموقف الأمريكي مما جاء من مواقف لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم برفض صفقة القرن. هي تقية في التوصيف لما جاء من امتعاض أمريكي يمكن القول أو الخيبة الإسرائيلية من هذا الموقف الرافض، بمعنى ما اتفق عليه في السر جاء معاكسا لما أعلن في العلن، هكذا يمكن تشخيص بالفعل الموقف الأمريكي مما جاء من اجتماع وزراء خارجية العرب رفضا لصفقة القرن؟ مساء الخير أولا. يعني قضية الصفقة، فهمك جزء فهم الصفقة حقيقة عبر عنه الإسرائيليين ربما أكثر من غيرهم، أن هذا بالضبط هي الاستراتيجية القومية كما سموها الإسرائيلية لتحقيق الحلم الصهيوني بتصفية القضية الفلسطينية وإقامة الكيان الصهيوني على أكبر قدر من الأرض الفلسطينية مع التخلص من السكان. هذا المهم، ولكن الشروط التي كما يراها الإسرائيليون وكما يراها الأمريكيون أيضا تفترض قضيتين: القضية الأولى تنسيق أمريكي عالي وتبني أمريكي للموقف الإسرائيلي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأييد أو موقف عربي على الأقل غير معارض لهذه الصفقة. بهذا المعنى تتخلص إسرائيل من خطورة ما يسمونه القرارات الأحادية، لأن هناك نوع من الشرعية هنا، أولا شرعية أمريكية، طبعا هذه ليست شرعية بالمعنى القانوني الدولي ولكنها بالمعنى السياسي بسبب قوة ومكانة وطبيعة الولايات المتحدة، تعطيها نوع من الشرعية يسموها شرعية أمريكية إلى آخره. الجانب الآخر أن قبول العرب بها، وهو كان واضحا جدا أن التمويل العربي تحديدا سيأتي من السعودية ودول الخليج. الجانب الآخر رأينا حضور لثلاث دول عربية، ورأينا حتى في اجتماع وزراء الخارجية العرب تصريحات مثلا لوزير الخارجية العماني يتحدث عن الصفقة كآلية ممكنة لحل مستقبلي، وبالتالي هم لم يخرجوا عمليا من الصفقة. بهذا المعنى هناك عامل نقص، هناك أحد الأعمدة الثلاثة المطلوبة لتمرير الصفقة أو على الأقل لإنجاز كل أهداف الصفقة: قصيرة المدى المتعلقة بأهداف آنية ترتبط بالانتخابات الإسرائيلية وترتبط بأزمة الرئيس ترامب، وهناك بعيدة المدى. ما حصل في جامعة الدول العربية في الحقيقة هو موقف غير قابل أو على الأقل غير كافي لتجميد الصفقة، حتى لا نقول إفشال الصفقة، حتى نفهم الموضوع بشكل جدي، لأن العرب أو هذه الدول العربية حتى هذه اللحظة لو أردنا أن نحسب موازين القوى هم في صف معسكر الأعداء بالنسبة للقضية الفلسطينية، لا زالوا مع الولايات المتحدة ولا زالوا خلف الصفقة بالتمويل وحتى بالدعم السياسي. سأعطي مثل واحدا: في نفس اللحظة التي كان يجتمع فيها وزراء الخارجية العرب وكان الرئيس محمود عباس يلقي كلمته عليهم، كان وزير خارجية الإمارات يعيد تغريد مقالة أو يغرد لمقالة في نيويورك تايمز تعتبر أن رفض الفلسطينيين، وهي على فكرة لأكثر كتاب نيويورك تايمز صهيونية، كانت تعتبر أن رفض الفلسطينيون هو خطأ كبير. صحيح. هذا الموقف العلني حتى لبعض الدول العربية. ما أود أن أقوله أن هذا الموقف بحد ذاته غير كافي لتجميد الصفقة، حتى لا نقول. طب سنوسع بهذه النقطة، ولكننا نريد أن نقيم الموقف العربي. سأبقى معك ولو بشكل سريع دكتور، دعنا حتى نشخص هذا الموقف العربي. هو يعني يأتي وكأنه عرضت الصفقة على العرب وهم يرفضونها، أم أنه حتى بالنظر لمضمون ما قدم تحت عنوان صفقة القرن هم مشتركون وموافقون، وبالتالي ما الذي دفع لنرى موقفا من وزراء الخارجية العرب مغايرا لما تم الاتفاق عليه في الخفاء بشكل سريع لطفاً، حتى نشخص الموقف العربي الرسمي من بعض الأنظمة. نعم، هذا ما كنت سألت إليه، أن العرب بالموقف الحقيقي والجدي هم في خلف الصفقة، خلف التمويل، حضروا إعلان الصفقة. الجانب الآخر أن هناك حالة في الإقليم، أن هناك صراع على مستوى الإقليم، على روح الإقليم وعلى جوهر الإقليم، بين محور المقاومة من جهة وبين
المحور الأمريكي المنخرطة في هذه الأطراف. بالتالي موقفهم العلني أو التبني العلني مرة أخرى لصفقة القرن، رغم أنهم يتبنونها عمليا ويمولونها كما قلت، هذا التبني يعرضهم للمخاطر، خصوصا أن الإقليم في حالة تحول، في حالة ليس فقط أن محور المقاومة كما سنتحدث لاحقا، ليس أنه استطاع احتواء الهجمة التي بدأت على الأقل خلال العام الماضي ولاحقا في اغتيال الشهيد سليماني والمهندس، ولكن الآن محور المقاومة في حالة مبادرة في أكثر من مكان في الإقليم. ممتاز. وبالتالي الخروج العرب وتبني الصفقة علنيا وهو مطلوب إسرائيليا حتى لا تكون إسرائيل حتى لا تبدو إسرائيل تتصرف بشكل أحادي كما قلت، وهذا ما يقوله الإسرائيليون تحديدا، تبني العرب سيضعفهم في المواجهة القائمة الآن في الإقليم. ولهذا أعتقد أن الحسابات ليست متعلقة هنا بفلسطين، وليس حرص على فلسطين والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بقدر ما هي حسابات مرتبطة بالإقليم ومرتبطة بالصراع الأمريكي، المحور الأمريكي هذا السعودي الإسرائيلي مع محور المقاومة. ولكن القضية المهمة هنا أنه ربما أثر هذا الموقف مؤقتا في الأهداف قصيرة المدى، ولكن الأهداف بعيدة المدى لصفقة القرن وخطورتها لا تزال قائمة، ويمكن أن نتحدث عن ذلك بالتفاصيل. وسأتحدث عن ذلك، لكنك يعني أسست لنقاط عديدة قابلة للنقاش وتطويرها أيضا دكتور، دعنا ونحيلها أيضا لضيفنا هنا في الاستديو سيد واثق سالم الهاشمي بعد تجديد الترحيب به. يعني أعطى خلفية مهمة جدا دكتور دعنا للموقف العربي الرافض لصفقة القرن بتوقيت المنطقة، خصوصا صفقة القرن هي في مكان ما تعلن روح التحول الاستراتيجي في المنطقة، وهذا جاء بالمناسبة في صفقة القرن في نقطة دخلنا في مرحلة جديدة في الشرق الأوسط فيما جاء في هذه الصفقة، وهي 181 صفحة، في فهم فيها القادة شجعان كما تم توصيفهم أن التهديدات الجديدة والمشتركة خلقت الحاجة إلى تعاون إقليمي أكبر، إدارة ترامب شجعت ذلك بقوة. هذا يلخص أو يؤسس فعلا لنفهم لماذا جاء الموقف الرسمي العربي في الاجتماع الأخير بهذا الشكل. شكرا، مساء الخير. يعني أنا أعتقد سرقة القرن كما أسميتموها وهي تسجل لكم في الميادين يعني لم تكن بمستوى طموح من خطط لها حتى على مستوى الموقف العربي. البدايات كانت في مؤتمر البحرين، حضراتكم تذكرون أن مؤتمر البحرين هيئ ومهد لهذه الصفقة، كان الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يعتقدون جازمين أن الموقف العربي سيكون واضحا، وهذا ما شاهدناه كما قال الدكتور سيف أنه في الحفل اللي أقامه الرئيس ترامب كان هناك 3 سفراء من دول الخليج تحديدا، من عمان والبحرين والإمارات كانوا حاضرين، وبعدها كانت هناك رسائل ما هو علني وما هو سري تأييدا لهذه الصفقة. لكن أنا أعتقد الموقف العربي تغير في اجتماع الجامعة العربية لأسباب عديدة، حضرتك ميزتي أو سميتي بالتقية، لكن هناك أيضا مسببات أخرى، خطاب الرئيس الفلسطيني أولا، اثنين ردود فعل الشعب العربي، والثالث والأهم أنا أعتقد محور المقاومة اللي سجل فعلا انتصارات وسجل مواقف بدأت تهدد الوضع. موضوع منطقة الشرق الأوسط والمتغيرات اللي فيها ما يمكن أن تتم بإرادة أمريكية أو إرادة إسرائيلية، أكو توازن قوى في المنطقة هو اللي يحددها. الوضع تغير الآن في ظل تعدد القطبيات وهذه مشكلة كبيرة. أنا أعتقد حتى هناك قضية توقيت، لماذا في هذا التوقيت؟ أكو مشكلة داخلية أمريكية، مشكلة داخلية إسرائيلية، أرادوا أن يبرزوا هذه الصفقة لكسب الود أو التأييد الداخلي. الرئيس ترامب عنده كان موضوع الإقالة من الديمقراطيين وموضوع بدء الحملة الانتخابية، وأيضا نتنياهو كان عنده مشكلة داخلية في موضوع بعض المشاريع الفساد اللي كان مهدد بالتحقيقات معها، وايضا كان يحاول ان يمر هذا الامر كانجاز. انا اعتقد الصفقه ولدت ميته، لم تحظى بقبول الفلسطينيين، وحتى على الصعيد الدولي انا اعتقد كانت هناك مستويات تأييد ضعيفه جدا، مع ملاحظه اخيره ومهمه ان كل الحوارات اللي تحدثت عن موضوع فلسطين في السابق كان اسرائيل الولايات المتحدة وهناك طرف عربي، اما المصر مصريين او كانت منظمة التحرير الفلسطينية، في هذا الامر كان الحوار والتخطيط والترتيب امريكيا صهيونيا خالصا. طيب لكن بالنسبة للدول العربية في النقطة التي اشار اليها دكتور دعنا بانه الان الدول العربية لا تستطيع المجاهرة في موقفها المؤيد لصفقة القرن بما اتفقت عليه وحتى ستمول في مكان ما في اتفاقها مع الامريكيين، لكنها في اللحظة الحالية تحتاج لموقف داعم شعبيا، لذلك لا تجاهر في ذلك فيما تقدمه ان بانه الصراع الاهم، اي مع ايران بعض الدول الخليجية. بالتاكيد انا اعتقد حتى على المستوى الداخلي هناك خشية
عربية خليجية تحديدا من ردود فعل الشارع العربي أولا أو ردود فعل شعوبهم تحديدا، فضلا عن موضوع أخرى أنه موضوع الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة وردود فعل إيران الداعمة بشكل كبير إلى القضية الفلسطينية. هذا الأمر خلى الخليجيين أو الدول العربية تراجع موقفها وتعلن تأييدها في مؤتمر وزراء الخارجية العربي اللي كان أيضا يعني موضوع صدمة أنه منا يؤيدون ومنا يؤيدون القرار العربي. فأكو أكو أكو تناقض كبير جدا وأبعاده واضحة وردود أفعاله كانت واضحة جدا رغم الحوارات السرية الآن الموجودة بين هذه الدول والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. طب لم يكن متفقا دكتور، دعنا وننتقل إليك، مع الأمريكيين هذا الموقف الأمريكي، هل هو مفاجئ؟ يعني يفترض أن يكون الأمر منسقا، سيما وأن ما قدمه دونالد ترامب تحت رؤيته أو عنوان صفقة القرن بأنه في فترة سماح إنجاز التعبير، يعني 4 سنوات للعمل، وبالتالي ليس بالضرورة مطلوب الموقف الحاسم العربي الرسمي من بعض الأنظمة التي اشتركت بصفقة القرن. هناك اتفاق أم تفاجؤ أمريكي؟ يعني لا أعتقد أن هناك تفاجؤ أمريكي، لأن هناك بعض الدول العربية الرئيسية أعلنت موقف واضح بعد إعلان الصفقة بعيدا عن الذين حضروا، الدول الثلاثة التي حضرت. يعني رأينا تصريح من مصر، رأينا تصريحات أخرى عمليا ليس فقط لا ترفض ولكنها عمليا تدعم، على الأقل تتحدث عن آلية هنا لحل ممكن في المستقبل. الموقف السعودي لم يكن رافض على كل الأحوال، بالعكس، يعني الإعلام السعودي كان يهلل، الإعلام السعودي الرسمي عمليا كان يهلل لهذه الصفقة. ولكن باعتقادي القضية الأهم مرة أخرى، هناك حسابات مرتبطة بالإقليم، أهمها الموقف القوي الذي جاء قوي جدا، جاء من إيران وجاء من محور المقاومة، وليس فقط موقف، وهم يعرفون أن القضية عند موقف عند محور المقاومة ليست مجرد موقف، سيتبعها آليات وسيتبعها برنامج ومشروع، جزء منه يعني مشروع إخراج أمريكا من المنطقة يتضمن أو هدفه الأساسي أو سيكون أحد أهم تبعاته هي على القضية الفلسطينية. ولكن القضية، وبالتالي العرب مضطرون، والموقف التركي أيضا كان إلى حد ما قوي، وبالتالي هناك منافسة سعودية تركية على صحيح. على التمثيل الإسلامي، وهناك منافسة سعودية أو صراع سعودي إيراني إلى آخره، أو كجزء من الصراع بين المحاور، المحور الأمريكي السعودي الإسرائيلي ومحور المقاومة من جهة أخرى. ولكن يجب التأكيد أن العرب، الموقف العربي بالأمس لم يفشل الصفقة، ولا حتى لم يقد إلى تجميد هذه الصفقة. يعني بعد الانتخابات الإسرائيلية، التفكير الأمريكي أنه بعد الانتخابات الإسرائيلية مباشرة الشهر القادم سيبدأ عملية ضم المستوطنات، وسيبدأ عملية ضم غور الأردن كما تتحدث الصفقة. لأننا هنا لسنا أمام مشروع سياسي أو أمام مبادرة سياسية تتطلب موقف فلسطيني رافض أو غير أو موافق، نحن أمام مشروع، أمام برنامج بآليات للتنفيذ وبخطوات واضحة. طيب خطوات متتالية واضحة. دكتور دعنا هناك يعني سأبقى معك. لا. في هناك محاولة لإبراز الاستفادة العربية من صفقة القرن، وجاء في هذه الصفقة الدول العربية كما جاء في الصفقة كانت رهينة لهذا النزاع، أي النزاع العربي الإسرائيلي كما جاء توصيفه في هذه البنود للصفقة. عدد من هذه الدول جاهز لحل النزاع العربي الإسرائيلي ويريد أن يكون شريكا لإسرائيل للتركيز على المسائل الجدية التي تواجه المنطقة، هنا المقصود مواجهة محور المقاومة وعلى رأسه إيران. هناك محاولة لإبراز أنه في استفادة مباشرة لبعض الدول العربية، لكن ما موقع تلك الدول العربية في فترة السماح هذه إنجاز التعبير؟ أنت أشرت لتأجيل ضم المستوطنات، وهذا إسرائيليا أجلت فعلا جلسة الحكومة ربما لما بعد الانتخابات. في هذه الفترة ما الدور الذي ستلعبه الدول العربية الموافقة؟ الضغط على الموقف الفلسطيني الجامع الرافض لصفقة القرن؟ أعتقد أننا سنرى ذلك، ولكن القضية الرئيسية هي كما قلت هناك مدى قصير ومدى طويل ومدى متوسط ومدى طويل لصفقة القرن. المدى القصير كان من المفترض أن يكون له تبعات على الانتخابات الإسرائيلية، بمعنى أن نتنياهو سيظهر كبطل في لدى اليمين الإسرائيلي، وبالتالي ربما تغير ديناميكية المعادلة ومعادلة الانتخابات الإسرائيلية. كل الاستطلاعات في ذات اليوم وفي الأيام التي تلت إعلان الصفقة تؤشر أن قضية أن نتائج الانتخابات لن تتغير، وبالتالي هذا الهدف لم ينجز إسرائيليا. على المستوى الأمريكي كانت أحد، طبعا الرئيس ترامب لديه أصوات كافية في مجلس الشيوخ لتجاوز قضية العزل في التصويت، وسيحدث التصويت خلال الأسبوع القادم على كل الأحوال، ولكن كان من المطلوب
أن تستخدم هذا تستخدم مشهدية الإعلان لحجب النظر عن القضية الأساسية التي يتناولها الإعلام الأمريكي بشكل ممل حتى من كثر التركيز عليها بسبب الصراع الأمريكي الداخلي وبسبب وقوف غالبية وسائل الإعلام هنا ضد الرئيس ترامب أو ضد سياسات الرئيس ترامب على الأقل الداخلية، وليست قضية فلسطين هي القضية. فشل ترامب في تحويل الأنظار عن قضية العزل وهي أحد الأهداف القصيرة المدى، ولكن المدى المتوسط والمدى البعيد للصفقة هنا نحن نتحدث عن الأخطار، وهذه القضية الأساسية. الموقف العربي لا يمكن له كما رأينا لا يمكن له أن يفشل أو حتى يجمد تبعات هذه الصفقة بالمدى المتوسط والمدى المنظور. نحن نتحدث عن ضم أراضي كبيرة داخل فلسطين، وربما عمليات تهجير كبرى ستأتي لاحقا. الجانب الآخر أن حتى وعد بدويلة فلسطينية بخارطة غريبة جدا بعد 4 سنوات مشروط بشروط تبدو إعجازية، يعني أحد الشروط المطلوب من السلطة الفلسطينية المساعدة في مقاومة حزب الله مثلا، يعني والرئيس الفلسطيني أعلن بوضوح دور السلطة الفلسطينية في ما يسمى محاربة الإرهاب يعني على المستوى العالمي، واتفاقيات مع اكثر من 75 دولة او 80 دولة. اذا وهذا الدور لا يزال قائما. اذا بالمدى ما اود ان اؤكد عليه ان ما حصل هو ان احد عوامل تمرير الصفقة في المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد مفقودة الآن، وهي التأييد الرسمي العربي والدعم العربي لسبب أساسي أنهم لا يريدون أن تظهر إسرائيل تتصرف بطريقة أحادية وبالتالي تخلو خطواتها من الشرعية. هذا غير مضمون بالمستقبل، بمعنى أن الموقف العربي حتى اللحظة لا يكفي لهذه القضية. سنرى تغيير وسنرى ضغوط عربية واضحة على السلطة الفلسطينية، وبالتالي هناك سؤالين أنا سأطرحهما أو 3 أسئلة سأطرحها بسرعة لو سمحت لي. السؤال الأول، إلى متى ستظل السلطة الفلسطينية أو القيادة الفلسطينية تثق بالأطراف العربية؟ يعني هذا سؤال غريب على كل الأحوال، لأننا رأينا أن الرئيس الفلسطيني شكر الدول التي عمليا هي خلف صفقة القرن أو مؤيدة لصفقة القرن، بدءا بالسعودية ومرورا بمصر. الجانب الآخر، إلى ماذا على إسرائيل والولايات المتحدة أن تفعل حتى تقوم السلطة الفلسطينية؟ فعلا أنا أريد جواب على هذا السؤال، ماذا على السلطة الفلسطينية على إسرائيل وأمريكا أن تفعل أكثر مما فعلت حتى تقوم السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني؟ الجانب الآخر، السؤال الثالث والأخير، ماذا على السلطة الفلسطينية فعلا أن تفعل أكثر مما فعلت حتى تفقد ثقة الفصائل الفلسطينية الأخرى؟ طيب. لأننا أمام مشروع خطير جدا. طيب ربما تسمح لي دكتور، دعنا يعني أثرت العديد من النقاط والأسئلة هي مشروعة ومطروحة، وخصوصا أنه عندما نرصد الموقف العربي الرسمي بما صدر عن هذا الاجتماع لوزراء الخارجية العرب هو أقل من السقف المطلوب شعبيا، وحتى يعني يفترض أن يكون مبدئيا وأخلاقيا واستراتيجيا وما إلى ذلك. لكننا عندما ذكرت أنت يعني الأهداف يعني الأولية التي يمكن أن تكون الآنية لهذه لهذا الإعلان، هو ربما يكون أيضا النقطة التي يتم اللعب عليها لتفريق الموقف الفلسطيني أو تخفيف حدته. واسمح لي بهذه النقطة أن أنتقل بالسؤال للسيد واثق سالم الهاشمي، بمعنى هناك من قدم للسلطة الفلسطينية ربما ببعض ما قدم من طرح في الصحف من مصادر وصفتها بمطلعة بأنه ما جرى هي عبارة عن حفلة علاقات عامة، أي إعلان صفقة القرن في البيت الأبيض بين نتنياهو وترامب، وبأن لكلا الشخصين مكاسب كما أشار الدكتور دعنا، إن كان ترامب موضوع العزل أو نتنياهو موضوع الانتخابات وما إلى ذلك، والأمر لن يدخل حيز التنفيذ خصوصا موضوع ضم المستوطنات واتباعا الخطوات. لذلك مطلوب من السلطة الفلسطينية أن تتأنى في مواقفها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية أو حتى الانتخابات التي ستأتي في حلبة الانتخابات الأمريكية، وبالتالي هناك عمل سيكون عليه في تخفيف الحدة للموقف الفلسطيني وبالتالي فتوره، وهذا سيطلع به العرب. ما رأيك؟ لا أنا أختلف لسبب، يعني اليوم السلطة الفلسطينية لو تؤيد هذا أو تهادن الكيان الصهيوني والولايات المتحده سيتخذوا حجه او ذريعه، ويكون هناك تصعيد لسقف المطالب. يعني هم تحدثوا عن ايجابيات، الايجابيات انه سوف نعطي 50 مليون دولار للفلسطينيين، تحدثوا عن موضوع ايقاف المستوطنات ل4 سنوات، هذا الامر لا يمكن ان يتم،
يعني إيقاف المستوطنات موجود بفلسطينيين، يجب أن الفلسطيني يتخلى عن أرضه في حين ترابط عهد لا يترك فلسطيني أو إسرائيلي لأرضه. إذن هذه النقطة تبدو أيضا يعني فاشلة وغير حقيقية. إقامة الدولة الفلسطينية، من شاهد الخريطة أي دولة فلسطينية بهذه الخريطة؟ يعني حتى قرارات ال 67 اللي كانت بها تتحدث عن دولتين، العودة إلى حدود ال 67 لم تطبق. الدولتين الآن اللي موجودة أو حدود الدولة الفلسطينية، دولة لا تستطيع أن تصدر قرارات لا تحمي منها، مداخل ومخارج السلطة الفلسطينية غير موجودة ولا حتى في رسم السياسات. إذن هي ضحك على الذقون. لذلك أنا أعتقد الموقف الفلسطيني كان مهم جدا رغم الخلافات الفلسطينية الفلسطينية، وهي رسالة تصل لترامب تصل لتنياهو أنه موقف الفلسطينيين رافض، وهناك موقف داعم عربي بهذا الاتجاه. تحدث في موضوع محور المقاومة أولا، وبعض الدول العربية التي تقف موقفا معاديا من الكيان الصهيوني من موقفه، أيضا رسالة للعرب المتخاذلين اللي كانت رسائلهم واضحة في إقامة علاقات تبادل اقتصادي منتديات مع الكيان الصهيوني. وأنا أعتقد هاي هزة عنيفة واجهها العرب في هذه المرحلة. لكن يعني النقطة الأساسية هنا بالفترة هذه بالنسبة للموقف العربي والتأثير على الموقف الفلسطيني، هي النقطة الأساسية بأن العرب قد يلعبون ذلك الدور الذي يؤثر مباشرة بالضغوطات والتي بدأت حتى على مستوى إسرائيل، يعني حتى في التعامل مع السلطة الفلسطينية أو باتجاه قطاع غزة، لكن ذلك سينسحب على المواقف بعض المواقف العربية من السلطة في مكان ما، وبالتالي الذهاب إلى تخفيف الموقف العربي الفلسطيني، لأنه أساس النقطة التي يبنى عليها الآن أي مواقف هو الموقف الفلسطيني المسجل الموحد. هذا ما أسألك عنه. أنا أتفق معك، نعم الموقف الفلسطيني يراهنوا العرب أنه سيمارسون ضغوط في موضوع المساعدات مواضيع أخرى حتى يلين الموقف الفلسطيني. أنا أعتقد هذا الموقف يسجل لمحمود عباس رغم مؤشرات كثيرة عليه في هذا الاتجاه رفض القاطع، أوضح بحقائق كثيرة أنه إضرار كبير بالفلسطين بالشعب الفلسطيني بالسلطة الفلسطينية، وكانت رسالة واضحة. لم يتجرأ وزراء الخارجية العرب على إعلان التأييد لصفقة القرن في هذا المؤتمر، وأعلنوا عن دعمهم لفلسطين وشعب فلسطين، وهي أيضا قضية مهمة جدا. وربما أيضا ما جاء في خطاب يعني رئيس محمود عباس، البعض قال في بعض المؤشرات التي قد يبنى عليها مع بعض المواقف العربية التي قد تحدث تحولا، هذا يعني ما قدم فيما قاله الرئيس الفلسطيني وحتى كشف ما قدم له سابقا. أكيد محمود عباس يعني معروف أنه لا يريد أن يقطع حبال الود بكاملها، يحاول أن يبقي في جعبته لتحاورات مستقبلية، لكن أنا أعتقد الموقف الأبرز هو الرفض القاطع لهذه الصفقة. طيب ربما يعني انطلاقا من توقيت صفقة القرن هو الخط الذي يمكن أن يصل معها ما بعد اغتيال سليماني والمهندس، هو المسار الذي تسلكه الأحداث في أكثر من دولة في محور المقاومة ما بعد الاغتيال في تطور على مستوى الأداء والميدان والسياسة. سنناقش ذلك وإياك سيد واثق سالم الهاشم ودكتور سيف دعنا ومشاهدينا، ولكن ستوقف مع فاصل ومن ثم نواصل. مشاهدينا تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. ما بعد اغتيال سليماني والمهندس ليس كما قبله، حيث شهدت الساحة العراقية تطورات سياسية وأمنية متسارعة وتغيرات واضحة. قبل اغتيال سليماني والمهندس شهد العراق تظاهرات واسعة وأعمال عنف أدت إلى استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فضلا عن عمليات أمريكية متكررة استهدفت مواقع الحشد الشعبي، وكذلك محاولات أمريكية لتفجير نزاع مسلح بين أنصار التيار الصدري وأنصار الحشد الشعبي، ومحاولات لجر الحشد إلى مواجهة مباشرة مع المتظاهرين. اغتيال سليماني والمهندس، وعلى الرغم من أنه ضربة قاسية لمحور المقاومة، فإنه أحدث تحولا لصالح المحور على المستويين السياسي والعسكري. فكان الرد الإيراني باستهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية وما مثلته من كسر للهيبة الأمريكية، وقرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأمريكية من العراق، تظاهرات مليونية لتشييع الشهيدين، ثم مظاهرات مليونية دعت لإخراج القوات الأمريكية من العراق، حفزت شخصيات فصائل المقاومة العراقية على الاجتماع ورفع درجة التنسيق بينها. دعوة السيد مقتدى الصدر
لتشكيل جبهة مقاومة دولية ضد الاحتلال الأمريكي تضم أنصاره وفصائل المقاومة. وليس أخيرا تكليف محمد توفيق علاوي بتأليف الحكومة العراقية الجديدة. هذا مشاهدينا رصد لمسار محور المقاومة في ملفات مهمة ما بعد اغتيال سليماني والمهندس، وهو في النقاش مع ضيفينا بعد تجديد الترحيب بهما، دكتور واثق سالم الهاشمي معنا هنا في الاستوديو، دكتور سيف دعنا معنا من شيكاغو. ومعك استأنف النقاش دكتور دعنا بسؤال مما لا شك فيه، بأننا نتحدث عن فيما استعرضناه الخيط الرابط بين العناصر المحور المقاومة، إن كان تتحدث على الجانب الميداني أو السياسي أو الاستراتيجي، بأنه محور المقاومة يقدم خلاصة الآن بهذا العرض هو ثابت وقوي ولا يبدو عليه أي يعني علامات الضعف أو التراجع ما بعد اغتيال سليماني والمهندس، هو كذلك؟ بالتأكيد، يعني أنا سأبدأ بقاعدة بالسياسة أن كل حدث محلي هو بالضرورة حدث إقليمي الآن، يعني أو على الأقل منذ وجود أو تشكل نظام دولي ذو قطب واحد أصبحت كل الأحداث المحلية إقليمية، وأصبحت كل الأحداث المحلية بالضرورة أيضا دولية. هذا يعني أنه على الجميع أن يربط بينما كل ما هو وطني أو محلي أو يسمى مطالب اجتماعية بما يحدث أيضا في الإقليم وما يحدث في العالم. فشل بعض الحركات العربية، في الحقيقة فشل كل الحركات العربية في التعامل مع هذه القضية، هو ما سمح أو ما فتح الطريق للولايات المتحدة وللغرب عموما بالتدخل عبر القضية، عبر المسألة الاجتماعية، لأنه تم تشييع المسألة الاجتماعية وعزلها عما يحصل على مستوى الإقليم، وحتى بمخالفة قوية وجدية لطبيعة وبنية النظام الدولي، حيث الإقليمي والمحلي والدولي كلها مترابطة. هذه قضية مهمة. هكذا دخلت الولايات المتحدة وبدأت تستغل الحركات، هذا عدا عن بعد أيديولوجي بمعنى الهيمنة الأيديولوجية الأمريكية ومنظوماتها الاقتصادية التي تسوق لها منذ فترة عبر الجامعات وعبر وسائل الإعلام وإلى آخره. هكذا دخلت أمريكا عبر طريقتين، الأيديولوجيا أولا، وأيضا عبر الفشل في الربط بين الوطني والإقليمي والدولي. ولكن ما رأيناه خلال العام الماضي على الأقل، تحديدا أنا أتحدث هنا عن حالتي لبنان والعراق، أنهم كانوا جزء من هجمة. طبعا هناك مطالب، يمكن الحديث عن المطالب بشكل واضح، ولكن مرة أخرى يجب فهم المطالب في سياقها المحلي والإقليمي والدولي. عدا ذلك يعني هذا فهم خاطئ ومشوه لطبيعه الازمات المحليه. بالتالي كانت هذه الحركات مناسبه للولايات المتحده لتشن وتبدا حمله جديده من الهجوم على محور المقاومه او على اطراف محور المقاومه في المنطقتين، في العراق وفي لبنان. ما رايناه خلال طبعا استشهاد سليماني وابو مهدي المهندس، كان من المفروض ان وهي قضيه كبيره وضربه كبرى لمحور المقاومه، لان بسبب مكانه واهميه ورمزيه الشهيدين، ولكن كما هو متوقع من ادبيات محور المقاومه، على الاقل من هو مطلع على ادبيات محور المقاومه، ان الشهاده تعطي زخم عاده، والدم يتحول له مفاعيل لدى في فكر محور المقاومه، وهذا فعلا ما رايناه، ان زخم الشهاده وزخم الدم الذي سال في 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 الهجوم الامريكي بدا يترجم ويتحول الى مفاعيل كان تحت شعار كبير جدا في الحقيقه، ولكنه ممكن وواقعي وتاريخي، هو اخراج الولايات المتحده من اقليم غرب اسيا او من منطقتنا على العموم. وما رايناه منذ تلك الفتره هو إمكان احتواء محور المقاومة، ليس فقط احتواء محور المقاومة للهجمة في العراق والهجمة في لبنان، رأينا أيضا مبادرة، يعني هناك حكومة تشكلت في لبنان بغض النظر عن أي تفاصيل مرتبطة هنا، هذه كان المطلوب احتواء الهجمة الأمريكية والبدء بالمبادرة. في العراق الآن لدينا مشروع لتشكيل الحكومة أيضا ورئيس وزراء جديد، وبالتالي أيضا هذا يسحب أو يقلل القدرة الأمريكية على التدخل وإبقاء العراق في الحالة التي شهدها. في سوريا لدينا تقدم كبير للجيش صحيح. العربي السوري في إدلب وفي حلب، في أرياف إدلب وفي أرياف حلب، وانتصارات كبرى. يمكن أن نعرف مدى أهمية وحجم هذه الانتصارات فقط من مراقبة
تصريحات أردوغان ومدى الغضب الذي صحيح. الذي صحيح. الذي يعتري تصريحات أردوغان بسبب تبعات هذه الانتصارات. يعني نعم. وصلت لدرجة أن أردوغان قال أن أي تحول في سوريا هو يشابه تحول أو صحيح. تغير في سوريا يشابه تغير داخل تركيا. أي تطور في سوريا أمر بالغ الأهمية كأي تطور داخل تركيا بالتأكيد. وقال أننا لن نبقى ولا يمكننا البقاء متفرجين حيال الوضع لا في إدلب ولا في مناطق أخرى في سوريا، وقال نريد إرساء استقرار في سوريا ولن نتردد في القيام بكل ما يلزم إزاء ذلك بما فيه استخدام القوة العسكرية، طبعا بين مفهومه هو في موضوع الاستقرار في سوريا. دكتور دعنا يعني بشكل سريع لطفا. يعني باعتقاد يمكنه أن يقول ما يشاء، الأفق واضح في سوريا ويمكنه أن يدعم المزيد من العصابات الإرهابية نعم. في سوريا والسلاح والآخر. الجانب الآخر أيضا في التطور الكبير جدا في المنطقة وهو ما لا يجب تجاهله على الإطلاق، وهذا ما أضعف أيضا موقف السعودية في الملف السابق على كل الأحوال وأضعف موقف دول الخليج في الملف السابق، هو التحولات الكبرى في اليمن والعملية الأخيرة ممتاز. البنيان المرصوص. إذا محور المقاومة رأينا زخم كبير في تقريبا في كل الإقليم في محور المقاومة لأطراف محور المقاومة، ورأينا حتى هجوم إيراني واضح وعلني وباعتراف رسمي على قواعد عسكرية أمريكية تحدث للمرة الأولى. أيضا هذا نعم. هذا يعطي المحور زخم ويعطي مواقف المحور زخم. نتحدث أنا عن محور ينتصر بشكل في كل منطقة، ونتحدث عن محور تتعزز مكانته على مستوى الإقليم، وهذا ما تخشاه الأطراف الأخرى، وبالتالي عليها أن تحسب حسابات مواقفها طيب. بجدية. طيب دكتور دعنا اسمح لي أن أنتقل لدكتور واثق سالم الهاشمي بالسؤال في النقطة التي طرحها حول العراق، وأنت يعني القادم من العراق وخبير بما يجري في داخل الساحة العراقية خصوصا مع تكليف محمد توفيق علاوي تشكيل الحكومة العراقية، هذا ينسحب ضمن إطار ما نقدمه الآن بأنه في استعادة للحيوية العمل لمحور المقاومة إن كان على المستوى الميداني والسياسي، وهنا أذكر العراق، حتى الاستراتيجي ما بعد اغتيال سليماني والمهندس؟ نعم، يعني أولا حتى نكون شفافين في الطرح، أنا أعتقد لا يزال المشهد السياسي العراقي مشهد مضطرب، مشهد فيه تقاطعات كبيرة، مشهد لا يعي حجم التحدي والتهديد اللي يواجه العراق والمنطقة، النظر برؤية قد تكون غير واسعة لرؤية خارجية وضع العراق متغيراته، لذلك يشوف صار خرق دستوري سيدتي العزيزة منذ أكثر من شهر ونصف، فشلوا في تعيين شخصية لرئاسة الوزراء بعد مخاض عسير، أسماء متعددة، فيتو من أكثر من جهة، يعود السيناريو نفسه اللي كل في عادل عبد المهدي يكلف فيه سيد محمد توفيق علاوي باتفاق كتلة سائرون وكتلة الفتح، يعني السيد مقتدى الصدر والسيد هادي العمري. مع وجود ملاحظة مهمة، إذا نتحدث عن موضوع محور المقاومة، الهجمة بدأت بعد معاركنا ضد تنظيم داعش الإرهابي، الانتصار الكبير اللي حقق الحشد، كانت هناك محاولة لشيطنة الحشد، لإسقاط الحشد رغم الدماء التي قدمت، وهناك أجندة كانت واضحة داخلية وعربية وحتى دولية بهذا الاتجاه، محاولة أنه هذا الحشد سيكون فيه مخاطر وضع غير صحيح، نسوا أو تناسوا أنه ضحوا قدموا حفظوا الأعراض، وبالتالي هذا الأمر يعني أصبح واضح، حتى النجاح اللي حققوه في قضية السياسة وفي الانتخابات كان مظهر واضح جدا بهذا الاتجاه. لكن تبقى مشكلة في العراق، متى ما نتجاوز الأزمات، يعني اليوم السيد علاوي كلف، لكن هل طريقة سيكون مفروش بالورود؟ عنده 30 يوم لح ينجح في التخلص من ضغط الكتل السياسية في الحصول على المناصب الخدمية والسيادية، يعني يبدو هذا الأمر صعب للغاية، وهدد اليوم قال ربما سأعلن انسحابي من الترشيح، وبالتالي نحن ندخل في دوامة جديدة، لبنان تجاوز الأزمة واليوم شكلة حكومة. ربما هو اختبار حقيقي دكتور، بمعنى أنه بمواصفات يعني سيد علاوي هو شبيه بمواصفات أيضا يعني رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، نعم. إن كان على مستوى أنه ليس لديه حزب، وبالتالي ليس لديه كتلة برلمانية، وأيضا خارج التوافقات حتى على مستوى إقليمي أو دولي في مكان ما، وهذا سيكون الاختبار الحقيقي لنوايا أو العمل للقوى السياسية العراقية في مسار التشكيل، وإن بدت هذه الحكومة وكأنها مؤقتة للوصول إلى انتخابات برلمانية مبكرة، هذا في مسار. لكن أيضا فيما طرحه دكتور دعنا على مسار محور المقاومة بعد اغتيال سليماني والمهندس، والله اليمن هو موضوع مهم وأشار إليه دكتور دعنا، البنيان المرصوص فيه إعجاز أسطوري حتى في العملية التي تمت بالنظر لما كان يتم المقابلة به، إن كان على مستوى القوات عادل يعني كان بالنسبة لعبد ربه منصور هادي وقوات التحالف المدعومة، نتحدث عن
أعلى مستويات التقنيات العسكرية والعتاد والأسلحة وما إلى ذلك. هذا نقطة أساسية في الترسيخ، لأنه محور المقاومة بالفعل، يعني لأنه حتى في هذه العملية هناك رسائل وجهت، في عمليات تمت بالعمق السعودي بالطيران المسير لم يتم الإعلان عنها، وكأنها رسالة التحذير الأخيرة قبل العودة لمثل هكذا سيناريو أوسع من ذلك. أنا أعتقد هذه إحدى الأسباب المهمة، أنه دول الخليج تحديدا أيدوا بيان الجامعة العربية، وتحديدا يعني اليمن يشكل خطر كبير. العمليات اللي قاموا بها المقاومين في اليمن أو محور المقاومة في اليمن بات يشكل تهديد خطير في موضوع الملاحة في الخليج، في ضرب العمق السعودي، في ضرب بعض الأهداف في داخل الإمارات العربية، وهذا مؤشر كبير. ما حدث في سوريا تعقيبا على ما قال الدكتور، أكو مؤشر كبير، يعني القوات الرسمية السورية والجيش العربي السوري بدأ يتقدم يحرر كل الأراضي مع وجود مشكلة تدخل التركي اللي موجود، لكن أنا أعتقد الموازنة الموجودة وجود روسيا على الخط، روسيا حليفة تركيا وحليفة سوريا، لكن الفرق أنه تركيا تدعم ما تسمى بالمعارضة السورية في حين روسيا تدعم الشرعية في سوريا. اليوم التقدم اللي موجود ربما يعني أردوغان في تهديداته، اجتماع مجلس الأمن القومي التركي قبل أيام اللي حدد اجتماع استمر أولي 5 ساعات، التخبط في موضوع ليبيا ومواضيع أخرى قد تسبب مشاكل كبيرة لتركيا وسياسات الرئيس أردوغان. لكننا يمكن أن نضعه في إطار رد المحور على اغتيال سليماني والمهندس، مثل هكذا تطورات ميدانية في هذا السياق، إن كان سوريا العنوان بارز، حتى اليمن عنوان بارز، في لبنان حتى المسار الذي اتخذته الأمور حتى في تكليف وبقاء حزب الله في الحكومة، وإن لم يكن بشخصية ممثلة حزبيا، ولكن أيضا تم تسميتها يعني من حزب الله، وفي خلافا الإرادة الأمريكية بشكل واضح. بالتأكيد بالتأكيد، أولا يعني أنا أعتقد كانوا يعتقدون باغتيال الشهيدين المهندس وسليماني أن المحور المقاومة سيضعف بشكل كبير باعتبارهم ركائز أساسية، هذا الأمر لم يتم. نشوف اليوم اكو عمليات في العراق يقوم بها الحشد الشعبي على المناطق الحدوديه لتطهير الارض العراقي من تنظيم داعش الارهابي، يرسل رسائل لا نزال نقاوم ولدينا هدف واضح. في لبنان يعني لو نتابع خطابات السيد حسن نصر الله كانت واضحه في رسم سياسه الى لبنان في المرحله المقبله، وبالتالي نعم تشكيل الحكومه دور حزب الله وبقاء في الواجهة أمر مهم لأنه عامل توازن بهذا الاتجاه. أنا أعتقد هذه نقاط مهمة تحسب حساب إلها عربيا وحتى أمريكيا وإسرائيليا في هذا الاتجاه. طيب سأحيل هذه النقطة دكتور سيف دعنا، ولكن قبل ذلك سنعرض هذا التقرير لأنه يأتي في سياق ما نناقشه، محور المقاومة عاد للتقدم والمواجهة من جديد وفي أكثر من ساحة عربية، وجه خلال مدة وجيزة ضربات موجعة للطرف الآخر خارجا بسرعة من مرحلة استيعاب صدمة اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وداخلا إلى مرحلة الرد. على قسوتها سريعا جرى استيعاب صدمة اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، فخلال أقل من شهر حقق محور المقاومة انتصارات ومكاسب ميدانية وسياسية حقيقية وفعلية على أكثر من محور وفي أكثر من ساحة. في اليمن حصدت عملية البنيان المرصوص آلاف القتلى والجرحى والأسرى من قوات التحالف السعودي، كما نجحت القوات المسلحة اليمنية في تحرير مناطق في محافظتي مأرب والجوف إضافة إلى نهم بصنعاء. في سوريا يتقدم الجيش على الرغم من التهديد التركي ووسط حصول الجماعات المسلحة على كميات هائلة من الأسلحة النوعية والحديثة. التقدم العسكري السوري يجري على جبهتي ريفي حلب وإدلب، والسيطرة العسكرية تتواصل ميدانيا في خطى متسارعة. أتعهد ديناميكية التعاطي مع التطورات في المنطقة سياسية أيضا، إذ جرى استيعاب الأزمة الداخلية الطاحنة في العراق والتوافق على تكليف رئيس وزراء جديد في ظل استمرار المطالبة الجدية بخروج القوات الأمريكية، هي كلها عناصر تؤكد أن محور المقاومة ليس فقط استوعب صدمة اغتيال سليماني والمهندس، بل سارع إلى الرد والمواجهة والتقدم الميداني والسياسي، من دون أن ننسى تأليف الحكومة في لبنان، وهي إن كانت حكومة اختصاصيين ومن غير الحزبيين، إلا أنها ترسخ حضور حزب الله بقوة في الساحة السياسية اللبنانية واستحالة إبعاده عن المشهد كما تطالب إدارة ترامب. في كل ما سبق هناك رابط مشترك في مسار ميداني وسياسي واستراتيجي واحد، عنوانه ثبات محور المقاومة وقوته بلا أي علامات ضعف أو تراجع، حتى يجوز فيه القول الشهير: الضربة التي لا تقسم ظهرك تقويه.
وبما ختم به التقرير أنتقل إليك دكتور سيف. دعنا بالسؤال، إذا نحن نتحدث عن مسار رد في إطار هذه التطورات والتقدم لمحور المقاومة على أكثر من مستوى، نتحدث في الجانب السياسي، في الجانب الميداني، وفي الاستراتيجي، وإذا أردنا أن نرى المسار الذي يكون فعلا إذا كان هو في إطار الرد انطلاقا من الملف السوري، فكيف عساه يكون في تطورات إدلب والاتجاه كما فهمنا من القيادة السورية وما قالت أيضا بعض التصريحات مسؤولين الإيرانيين باتجاه شرق سوريا حيث التواجد الأمريكي، وإن كان ذلك ينسحب على اليمن فيعني ما بعد البنيان المرصوص بأي شكل ضغطا على السعوديين في إطار أيضا يعني التسوية في المنطقة أم ماذا؟ كيف يكون الترجمة لمسار يتقدم في محور المقاومة للرد على اغتيال سليماني والمهندس؟ يعني قضية سريعة، يعني هناك إشكالية في طريقة التفكير في السياسة التي أحيانا يتم تعميمها عبر وسائل الإعلام. يعني حين يتم مثلا نقاش رئيس وزراء لبنان الجديد أو رئيس وزراء العراق المقترح الجديد، يتم التركيز على شخص الرئيس، وربما هذا مهم إلى حد ما، ويتم التركيز على برنامجه تحديدا المحلي والاجتماعي وإمكانية أن يقوم هذا البرنامج بحل الإشكالية. هنا الخطأ هنا نابع من فكرة أن الأزمة والحل كلاهما محليان، ولا علاقة لهم بالإقليم ولا علاقة لهم على المستوى الدولي. يعني في العراق هناك على الأقل شخصيات تريدها الولايات المتحدة، لا أمل لها بعد اليوم أن تعود إلى رئاسة الوزراء، يعني كما حصل مع العبادي مثلا، أو على الأقل هو الآن غير مطروح، وغير مطروح ربما في المدى المتوسط أو ربما البعيد. بالتالي هناك المطلوب في هذه اللحظة أو على الأقل خلال الفترة الماضية كان تحجيم واحتواء الهجمة الأمريكية ولاحقا أخذ المبادرة. هذا يبدأ في لبنان بتشكيل حكومة عليها توافق ولا تخرج عن على الأقل أساسيات الحكومة، أو على الأقل على مستوى الخطاب. يعني رأينا نفس المقولة عن دعم الحكومة للمقاومة في وجه الكيان الصهيوني، هذا لا تريده الولايات المتحدة على الأقل مثلا. إذا علينا أن ننتظر مرحلة أخرى. في العراق نفس القضية، ولكن هناك في العراق تحول كبير أو تحول مهم، لا أريد أن أكون كبير، أن السيد مقتدى الصدر الآن مع يعني أعلن تأييده لهذه القضية. فبالتالي تحالف سائرون وتحالف الفتح أيضا، إذا هو ومع قوى الحشد الشعبي إلى حد كبير أخذوا موقف، وله وللسيد الصدر ربما يمكن انتقاده هنا أو هناك أو الاتفاق معه هنا أو هناك، ولكن كان له موقف قريب من الحراك، وبالتالي هذا يؤهله لحد بعيد أن يكون على الأقل صوت بعض الناس بالحراك. بهذا المعنى ليست القضية هنا شخص رئيس الوزراء هنا أو هناك أو حتى برنامجه، بقدر أن المطلوب الآن تحجيم الهجمة الأمريكية واحتوائها ولاحقا المبادرة والالتفاف نعم. عليها. بالتأكيد كل ما يحصل أي ما يحصل في أي منطقة في الإقليم سيؤثر على كل المناطق الأخرى. لم يكن ما حصل في العراق بعيدا عن ما يحصل في سوريا، وبعيدا عن ما يحصل في لبنان، وبعيدا عن ما يحصل في اليمن، وضعف هذه الأطراف. ولكن يجب الحديث بوضوح هنا، كلما كان هناك تقدم في اليمن وإنجاز في اليمن، وكما قلت سيدة الكريمة بالضبط، يعني بعض الإنجازات اليمنية تقارب المعجزة. يعني ما حصل بعد 5 سنوات من هجوم كل العالم على اليمن أن يحققوا هذه الانتصارات مؤخرا، هذه فعلا تقارب المعجزة. طبعا هناك قائد كبير كالسيد عبد الملك الحوثي يقودها، هناك استراتيجية ووضوح، وهناك تفكير، وهناك محور أيضا خلف ما يحصل في اليمن. بالتالي هي واقعية أيضا بغض النظر عن البعد البطولي والإعجازي فيها. ولكن الصراع على الإقليم هو الصراع في الحقيقة على الإقليم، بمعنى أن يبدو من الصعب تخيل تسوية في الحقيقة، أن يتم الوصول إلى تسوية على مستوى الإقليم. وبالتالي ما يحصل في غياب مواجهة شاملة تقود إلى ضربة قاضية لأحد الطرفين أو لأحد المحورين، هو تراكم في الإنجازات أو استنزاف
على مستوى الإقليم لكل الأطراف. وربما المواجهات لا تكون مباشرة بهذا الشكل، لأن الملف السوري يطرح الأمر بأنه ربما نرى مواجهة تركية مع الجيش السوري، بالنظر أيضا للموقف الروسي، وواضح في حدة تباين بالموقف بين روسيا وتركيا، عبر عنه في المواقف التي قدمت كان من أردوغان وما جاء أيضا من الكرملين. قد يكون هناك مواجهة، هذا أيضا في إطار ما يمكن تصوره، أو حتى في ميادين أخرى، اليمن قد يطرح بشكل أو بآخر. ما لك بذلك دكتور واثق سالم الهاشمي، مع الإضافة لنقطة التقديم الإعلامي، لأنه المزاج الشعبي ما بدأنا به المسائية يمكن أن نربطه الآن في الحديث عن المزاج الشعبي، لأنه ما قدم بعد اغتيال سليماني والمهندس بصورة المظاهرات التي خرجت، هي ليست فقط تستنكر وتطالب بالرد، هي أيضا تطالب بإخراج القوات الأمريكية، هي أيضا تنصر المقاومة، ذلك مهم في الصورة التي خرجت من إيران، وكذا بالنسبة للمقاومة على امتداد محور المقاومة. المزاج الشعبي الذي يجعل قادة بعض الدول العربية لا تستطيع أن تجاهر بموقفها من صفقة القرن، هو الذي أيضا عبر عنه في هذه المظاهرات ما بعد اغتيال سليماني. تم إعادة الحسابات بأن المزاج الشعبي بشكل مغاير لما قدم بعد التحولات في المنطقة، خصوصا ما بعد 2011. بالتأكيد المزاج الشعبي، ما تحدثت في بداية البرنامج أنه الدول العربية تفكر آلاف المرات قبل أن تتخذ موقف في ظل تصاعد الموقف الشعبي. مواقف حاسمة مهمة جدا، التظاهرات اللي خرجت في العراق، المواقف في اليمن، المواقف في سوريا، أكيد دعم القضية الفلسطينية، رفض الصراع الأمريكي الإيراني، موضوعة الهيمنة اللي موجودة في هذا الاتجاه، ما تقوم به تركيا في سوريا وفي مناطق أخرى، أكيد خلي هؤلاء الدول أو هؤلاء القادة يفكروا كثيرا قبل أن يتخذوا كثير من القرارات. المنطقة فيها إشكاليات كثيرة، ذهب الزمان اللي كان فيه الولايات المتحدة تقرر وتنفذ ما تعتقد أنه مناسب، وتمر في مجلس الأمن وتعاقب وتحتل الدول. الآن أكو مواقف متعددة، وتحدث حضرتك والدكتور، وأنا تحدث أيضا عن الموقف الروسي، موقف مهم جدا، هناك موقف الصين، حتى فرنسا والولايات بريطانيا وألمانيا لها مواقف تبدو يعني متضادة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإن لم تعلن في هذا الاتجاه، سواء من إيران، سواء من الوضع في العراق، وحتى في وضع من سوريا وفي اليمن. لأنه موضوع المراهنة على المزاج الشعبي مهمة حتى ما بعد صفقة القرن، بأنه هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم إسرائيل حتى النخاع، تفرط بكل يعني حقوق الشعب الفلسطيني مع مقدسات الأمة العربية والإسلامية، هي تلك التي يفترض أن تخرج من المنطقة انطلاقا حتى مما قدمته لصفقة القرن، اتساقا بما فعلته في العراق وحتى ما بعد اغتيال سليماني والمهندس. أستاذ، أكو قضية مهمة جدا، الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الكيان الصهيوني، أكو في الطرف بالمعادلة ما فككوا بصورة صحيحة، هو موضوعة الشعب، موقف الشعب، قضية فلسطين قضية مهمة موجودة في الوجدان الشعب العربي منذ 48 إلى اليوم. المواطن العربي أو الشعب العربي لا يقبل بأي مساومة مع الكيان الصهيوني على حساب الفلسطينيين، وأنا أعتقد التظاهرات اللي موجودة من 48 إلى الآن كانت واضحة في الجامعات في الشوارع، وهي رسالة مهمة. تناسي هذا الموقف الشعبي سواء من الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني، بعض الحكام العرب، هو خطأ كبير وخطأ شنيع. شكرا جزيلا لك دكتور واثق سالم الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، ضيفنا هنا في الاستديو. موصول الشكر لك دكتور سيف دعنا، أستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكنسن، كنت معنا عبر الإنترنت من شيكاغو. بهذا نصل إلى ختام المسائية، نذكركم بعناوينها. امتعاض أمريكي وخيبة إسرائيلية من موقف جامعة الدول العربية من سرقة القرن، أنظمة لم تقل في العلن ما دار مع الأمريكيين في الخفاء. العراق من الأزمة السياسية والأمنية إلى استعادة المبادرة في مليونيات التأييد للمقاومة والمطالبة بخروج الأمريكيين. بعد استيعاب صدمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس، محور المقاومة يتقدم ميدانيا وسياسيا على مختلف الجبهات. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.